وهذا دليل ان ليست هناك دوله وليست هناك اصلا سياسه وليست هناك حتى سياسه ماليه ولا اقتصاديه في البلاد. هذا ما يوضح لك التعامل مع البنك المركزي وتعامل مجلس النواب وتعامل حتى الحكومه مع بعضها البعض، وكيف ان رئيس الحكومه يشتكي من محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكيف ان مجلس النواب يريد ان يثير المشهد بتغيير المحافظ ويقوم باستحداث محافظ جديد، رغم ان هذا المحافظ الجديد لم يستلم الذي قبله من المحافظ السابق، ليجعل بعد ذلك الامور حقيقه متلخبطه ومعقده اكثر مما كانت عليه. هو الذي كان يجب الاتجاه يقال بان حتى يعني طريقه الاختيار مخالفه حتى للاتفاق السياسي الذي وافق عليه البرلمان. ولم تحدث انت شوف الغريب في الامر، عندما ياتي البرلمان لعقد جلسه لصالح البلاد لا ياتي، ولكن عندما ياتي لصالح مصالحهم تجدهم ياتون مثل ما حدث في اغلب الامور. هل يعقل ان يبقى مجلس النواب في هذا الاتجاه؟ لا يحدث اي جلسه من اجل معالجه اي مصلحه تجري في البلاد. حقيقه اذا لم يتم تحقيق قانون عادل وقانون حقيقي ينتج عنه الدستور الذي يشكل القوانين الاساسيه في البلاد حتى يتم المحاسبه ويتم ردع كل من يخالف هذا القانون، لن تستقر الحياه الانتقاليه. هذه دائما فيها المشاكل ودائما فيها الفوضى ودائما تعزز بكثره المفسدين وكثره السراق. الان اصبح الناس الذين يتعاطون ال 500 دولار يريدون ان يكون سعر الدولار مرتفع، لانهم ليس لديهم ثقه فيما يحدث الان من عمليه تغيير العمله او من عمليه يعني سعر العمله ان تنخفض، لان يعتقدون بان هذا الانخفاض لن يكون انخفاضا مستقرا بل سيكون انخفاضا بسيطا، وسيرجع الامر الى يتصاعد الى اعلى عليه، ولذلك يتمنون ان يبقى الدولار مرتفع كي يتحصلون هذه السيوله من عمليه بيع الدولار ليشترون حاجياتهم. الوضع غير مطمئن بالنسبة لهم، ولذلك أعتقد أن الاتجاه الذي تسير فيه ليبيا نحو الآن الوضع المادي هو ليس مطمئنا. حتى عملية العقوبات الاقتصادية ما زالت على دخول العملة مع الأجنبية إلى ليبيا موجود، حتى عملية الاستفادة مما أنتجته هذه تصدير النفط والأموال سيد عصام الآن يعاني من بعض الصعوبات.